إخواني وأخواتي في كل الدنيا، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. أحييكم وأتمنى لكم وافر الصحة والعافية. الحالة بتاعت النهاردة، هو مريض مركب 4 مسامير والشرايح في المنطقة القطنية، عامل تثبيت للفقرات القطنية بالشرايح والمسامير أو البراغي والمسامير أو الدعامات حسب ما كل مريض بيحب يسميها. تمام، التثبيت اللي حصل فيه تليفات والصاقات نتيجة الجراحة، ودي حاجات بتحصل بعد الجراحة، فاحنا عايزين نعمل تسليك للتليفات والالتصاقات بالقسطرة. وظهر كمان غضروف فوق مستوى التثبيت، عمل التهاب في الأعصاب، فعايزين نعمل حقن جذور الأعصاب فوق مستوى التثبيت بالفقرات وفوق مستوى التثبيت. هنشوف دلوقتي المسامير، ادي المسامير، ادي 1 2 3 والرابع انتوا شفتوه فوق. تمام، وهنعيدهم تاني. وفي عندنا فوق مستوى التثبيت هنا في انزلاق غضروفي عامل التهاب في العصب، فعايزين نعمل حقن جذور اعصاب في هذا المكان. هنعيد لكم تاني عشان نشوف ال4 مسامير يمين وشمال والتليفات في المنطقة. طيب انا هجيبها تاني بالظبط. احنا عندنا التليفات في المنطقة دي ما بين المسمار الاولاني والتاني، فاحنا عايزين نعمل تسليك هنا، وعايزين بعد ما نعمل تسليك نحقن دواء لونه يكون عكس لون العظم، فنشوفه ان التسليك ظهر وان هو الدواء بقى يمشي من هنا لهنا، فنعرف ان احنا عملنا تسليك للقناة العصبية. طيب نبتدي نشوف احنا هنعمل ايه. اول حاجة هنعملها، احنا قلنا ان في غضروف فوق مستوى الايه التثبيت ده بره العملية، ده جديد، ده ظهر بعد العملية. تمام، فاحنا ادي الابرة في الفتحة بتاعت العصب. تمام، عشان نعمل جذور اعصاب ادي الحقن بتاعنا زي ما انتوا عارفين طبعا، بنحقن الدواء اللي هو هيورينا شكل العصب. تمام، وادي في كمان الغضاريف اللي هي غضروف مرتجع في نفس في قلب الغضاريف، وهو عشان يعمل التثبيت هو شال الغضروف ده وشال الغضروف ده وشال الغضروف ده. اللي بره العمليه دي جديد، ده ظهر بعد العمليه. اللي جوه العمليه ده غضروف مرتجع بعد ما اتشال رجع تاني. تمام، فاحنا بنعمل حقن جذور الاعصاب في الايه المنطقه دي جوه العمليه. بعد كده احنا عايزين نبتدي نعمل التسليك. بنعمل التسليك ازاي؟ بنخش ده المدخل، نيجي من اخر العمود الفقري، تمام، عند منطقه العصعص كده، ندخل المدخل، دي الانبوبه اللي هندخل منها القسطره. تمام، بعد كده هنبتدي اهو اللي انتوا شفتوه، ادي الابره اللي انتوا شفتوه او المدخل، ودي القسطره بتاعتنا بنحاول نسلك. هنبتدي بقى المدخل، احنا غيرنا من المنظر الجانبي للمنظر الامامي، ادي القسطره، ها لقينا تليفات هنا هتبتدي تسلكها. انا عايز اسلك لغايه هنا. تمام، خلينا ايه، خليكم معانا كده، فاحنا عمالين برضو ايه نحاول هنا نشوف، يعني انا عايز اوصل قرب المسمار التاني، عايز اوصل قرب المسمار التاني اهو، بنحاول نسلك اهو. نبتدي نشوف بعد كده هنعدي ولا مش هنعدي. خلينا مع بعض، التليفات واقفه برضو، هنحاول مره تانيه. خرجنا ودخلنا تاني عشان نحاول اهو، بنحاول نسلك. عدينا الحمد لله اول ايه المكان اللي احنا كنا واقفين عنده المره اللي فاتت، لما غيرنا الاتجاه ابتدينا ايه نعدي. خلاص عايزين بقى نوصل هنا، احنا خلاص قربنا خالص للمكان اللي احنا عايزينه. تمام، ده شكلها من الجنب، شكل القسطرة وهي ماشية من الجنب. بصوا بتعدي ازاي من الايه، بتحاول نسلك من الجنب، ده منظر جانبي بس عشان نعرفه اهي. ها هنبتدي، ها بنحاول بقى نسلك، دي اخر التليفات هنا اهو، تمام، التليفات اللي احنا ايه كانت واقفة من موجودة من هنا لهنا، فاحنا ابتدينا سلكنا من هنا من هنا لغاية هنا. نفسنا بقى نحقن الدواء بتاعنا يمشي بقى في المنطقة دي عشان نعرف ان القسطرة نجحت. ممكن القسطرة ما تنجحش، يعني ممكن ما نعرفش نوصل لهنا. تمام، بيكون التليفات بقت ناشفة جدا كأنها حديد يعني، لكن كده الحمد لله ربنا اكرمنا. هنبتدي نعدي بقى، عايزين نعدي اكتر، نعدي اكتر، نعدي اكتر. تمام كده احنا سلكنا بما فيه الكفاية. نبتدي ان احنا ايوه نشوف بقى القناة من اولها لاخرها كده. ايوه بص بص
الصوص كده. احنا سلكنا كل حاجة، وصلنا مش بس هنا، لا وصلنا لهنا كمان الحمد لله. فكده الأسطرة نجحت. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.